العمر مجرد رقم، كم سمعناها عند تألق نجوم كبار في السن، ولكن هل يكون الوزن كذلك مجرد رقم على الميزان؟ أديبيو أكينفينوا 38 عاماً ووزن يزيد عن 100 كيلوغرام. قبل 4 سنوات فقط كان عاطلاً عن العمل في وقت صوبت سهام العنصرية، التهكم والسخرية إلى صدره. كيف يكون لاعباً بهذا الوزن؟ قال الساخرون. 10 قمصان ارتداها في مسيرته المترنحة، سجل خلالها أكثر من 200 هدف. وبعد موسم رائع مع ويمبلدون، وقع عقداً حراً في 2016 مع نادي ويكام ووندرز مدته 4 سنوات. ومن كان يتوقع أن اللاعب الذي سخر حياته لرفع الأثقال سيأتي اليوم الذي يرفع به فريقاً يبلغ من العمر قرناً و33 عاماً نحو بطولة تشامبيونشيب لأول مرة في تاريخه؟ 10 أهداف فضلاً عن 5 تمريرات حاسمة في 35 مباراة هذا الموسم. نصبت الوحش كما يسمونه في مقاطعة باكنغهامشاير بطلا قوميا في مدينته أكينفينوا. وبعد التأهل دعا مدرب ناديه الذي يعشقه يورغن كلوب للاحتفال معه عبر تطبيق واتساب، وكان له ما أراد. كلوب يرسل مقطعا مصورا خاصا يهنئه فيه على الصعود. Tell me what we did, because I don't know what we did. Tell me what we just did. Well, you've got yourself a place in the championship. I don't think they heard you in the back. Hit me up on what about? Tell me what we did. You 4 years ago, I stood in front of you and I was technically unemployed. Really? Let me tell you something. The only person that can hit me up on WhatsApp this time is Klopp, so we can celebrate together. You get me? Interviews, but Hendo, or my players, told me that you want to get, what did Lucek to say? Baba said hit me up on WhatsApp. But he could get in contact with me on WhatsApp. Here we go. Congratulations.